طب خليني بقى، لازم اروح للشناوي ما دام بنتكلم عن لاعب لاعب. وكنت بقول لحضرتك قبل ما نبدا الحوار ان كان عندك ثقه كبيره قوي في الشناوي ان هو يبقى حارس مصر الاول طبعا. في كاس العالم، وهو ما كانش لاعب تصفيات، ودي ثقه كبيره قوي من حضرتك. فكنت بسالك، كنت شايف ايه بيميز الشناوي عن غيره؟ بصي هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري الشخصيه محمد الشناوي ده افضل محترف في الدوري المصري، لانه فهم العملية بكل ما فيها من متطلبات. الشناوي بدأ معانا صغير جدا في 15 سنة أو أقل من كده كمان، وأنا في فترات في المنتخب كنت باخده وهو من البتروجيت، كنت طبعا في انتقادات كتير جدا، ولأنه البتروجيت في الفترات دي يمكن ما كانتش ماشية بشكل كويس، لكن أنا كنت عارف إمكانياته كويس جدا وعارف إن أنا بعمل حاجة مظبوطة. طبعا انت عارفه ان طول الوقت انا منتقد، خدت فلان وست فلان ومش عارف ما مش عارف ايه. لكن ضغط عليك ده يا كابتن ولا ما لا 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 بتسمعش انا الكلام عمري ده؟ ما يعني انا يعني الحمد لله يعني فتره طويله في توفيق من ربنا، لانه يعني طبعا يعني ضميري هو اللي بيحركني، وبعدين احنا تيم وورك، جهاز فني كامل. صحيح بتتولد ثقه كبيره بيني وبين اي مدير فني، والحمد لله ما اختلفناش في اي حاجه خالص. كنت باخده بتروجيت وخدته قبل كاس العالم فترات كتير، واشتغل في ايطاليا بالتحديد في معسكر ايطاليا، كان طويل شويه المعسكر، وانا طول الوقت بتناقش انا ومستر كوبر، لانه ما عندوش اي رصيد دولي ولا 5 دقايق. هنروح لحتة مستر كوبر، بس حضرتك كنت شايف في الشناوي ايه من صغره؟ انا شايف ان هو ده شخصية النموذج لحد هيبقى مشروع كبير زي ما بقى دلوقتي. يعني هو ابتدى معايا المشروع ان هو يبقى حارس دولي في كاس العالم وفي البطولة الافريقية. يمكن احنا كل الناس اتقطعت في البطولة الافريقية اللي في مصر ما عدا انا وهو، يعني عشان هو ادى اداء كويس. صح. عشان هو ادى اداء كويس جدا، وبالتالي فكنت انا في منطقه تانية انا وهو من الخناقات والحاجات. بس قبل كان في بقى خناقات ومستر كوبر ومش مقتنع. لا لا مستر كوبر لا مش حكايه مقتنع، يعني هو اللي كان بيتقال ما عندوش دقيقه لعب دولي، ما عندوش 5 دقائق لعب دولي ولا تصفيات حتى ولا اي حاجه خالص. ولكن في الاخر طبعا ادانا هو بقى ماتش البرتغال، قال لنا انا حارس دولي كبير جدا، ما تقلقوش هتلاقوني. وده اللي حصل من اول مباراه دوليه. اول مباراه دوليه دي يمكن ما اتحصلتش في تاريخ الكوره كلها، ان اول مباراه دوليه اللاعب ياخد فيها مان اوف ذا ماتش على سواريز وكافاني واسماء كبيره جدا في الملعب. الحقيقه كانت حاجه مشرفه جدا، كانت حاجه طبعا، والحمد لله هو بقى كمل بعد كده بنفس التركيز وبنفس الاهتمام بره الملعب وجوه الملعب. ويعني انا صراحه انا كل ما بيعمل حاجه حلوه يعني ببعت له رساله، ما بقولش غير كلمتين بس، انا فخور بيك وخلاص. هو يبعت لي بقى الرساله انا شويه كلام حلوين وكلام من كده، بس انا كل مره بقول له انا فخور بيك وبس، وما بقولوش حاجه تانية. لما كنت بتتفرج على مباريات الذهاب وشفت ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا، اللي هي مش ضربه جزاء، ووقفه محمد الشناوي لا ما انا بقول لك هو محمد الشناوي خلاص، انت بتبقى واثق وانت بتتفرج. لا في ضربات الجزاء ما فيش حد بيبقى واثق، يعني ما انا عايز اعرف. لكن انا عندي كأنا كمدرب عندي ان هو بصنف حاجات كده عنه، يعني رد الفعل من شوطه من مسافات قريبه، دي المواصفات بتاعه ضربه الجزاء، ها بحاجات كده رد فعل من شوطه من مسافه قريبه هو متميز فيها، هيبقى فرصته في صد ضربه الجزاء عنده فرصه. الكور العرضيه اللي ارتفاعها مش عالي، الكور العرضيه العاليه، الكور المرفوعه من المنطقه الاماميه من المواجهه، حاجات كده فينا في الشغل الفني بتاعنا انا مديله فيها درجات، ومدي معظم الحراس اللي انا كنت باخدهم في المنتخب درجات في بنايه اللعب، في الشغل بالرجلين، في 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 في, في. لما تجمعي كل الحاجات دي هتلاقيه هو دلوقتي نمره واحد في كل الحاجات.
بدون يعني بدون مجامله يعني بدون مجامله. ودي طبعا اراء الجماهير برضو يا كابتن. شايف ازاي تطوره بقى الفتره دي؟ يعني انت من ساعه ما سبته دي طبعا يعني يشكر عليها مستر ياناكوني يعني. طبعا اكيد طبعا انا ما شفتوش وهو بيدرب، لكن اكيد هو عنده حاجه كويسه جدا. طبعا الراجل درب في اوروبا يمكن 20 سنه في الدوري السويسري، اكيد عنده حاجه كويسه. وهو يعني انا بقى كنت هزعل لو محمد الشناوي مستواه قل أو سبت في منطقة، لكن لا أنا شايف تطور يعني كويس. يعني شايف إن ده تطور اللي أنت كنت بتتمناه ومتوقعه؟ هو رايح شغل فاخر 7 نجوم ما فيهوش عنده أي حاجة، كله تمام. من كأس العالم وكأس أفريقيا كان بيعمل كل حاجة رائعة. الصعوبة بتاعت كده بقى إن يجي له مدرب يحافظ له على ده ويزود. هو ده اللي حصل مع مستر ياناكوني، فأنا طبعا بقدم له كل الشكر أكيد. من خلال قناتنا وبتمنى لهم هم وكل الحراس طبعا، في علي لطفي، في مصطفى شوبير، هنتكلم طبعا عنهم طبعا، في احمد طارق سليمان، في حارس كمان بيشتغل معاهم دلوقتي، كلهم بتمنى لهم التوفيق. طيب كابتن، لو جيت سالتك كده على الصفات اللي لازم تكون موجوده في حارس المرمى لما بتشوفه من هو صغير من الناشئين، يعني 1 2 3 مثلا، ثبت الانفعالي، قوه الشخصيه، ايه اهم؟ لا اهم حاجه في اهم حاجه في اي شغلانه في الدنيا، في انت كمذيعه، في المهندس، في الدكتور، في اي حاجه، التالنت، الموهبه، دي نمره واحد، الموهبه دي اللي بتبني رقم عليها بقى بعد كده بقى امكانيات جسمانيه، امكانيات عقليه، صفات اراديه، سمات اراديه، لان في فرق كبير جدا بين الصفه الاراديه والسمه الاراديه عندنا في علم كره القدم يعني. واحنا يعني طبعا الواحد طبعا بيجتهد على قد ما يقدر انه يبقى في المنطقه دي، منطقه التواجد الدائم في 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 محفل كرة القدم عشان تعيشي. في أي وظيفة عشان تعيشي لازم تبقي متابعة لكل الدنيا ومتابعة للحاجات. لا هو طبعا في مسطرة كبيرة جدا جدا جدا، أهم حاجة فيها الموهبة. أكيد يا كابتن. طب كنت شايفة إزاي امبارح تبديلة شناوي بعلي لطفي؟ حلوة يعني جدا. أنا كنت مبسوط جدا إنه يرتاح بقى وعلي لطفي ياخد فرصته. النتيجة 3-0 يعني انت ضامن كمان؟ لا مش حكايه ضامن، لا كده ما تقللي من علي لطفي. لا لا لا، لا يعني انا بقول إنه. ايه بقول ايه، ده راجل ذكي. ممكن يحصل دروب في اي وقت زي ما حصل الاسبوع اللي قبله طبعًا. كان حارس الشناوي عنده مصاب حاجه في العضله الضمه بسيطه الحمد لله. لكن هو وفي مباراه كبيره جدا سيمي فاينل يعني حاجه منتهى الجراه من المدرب. لو واحد تاني كان هوجع دماغي بقى وانزل الحارس التاني، لا حارس كبير جدا علي لطفي وخد نص ساعة أو أكتر. فطبعا ده أنا يعني جرأة من مدرب وشخص بين شخصيته إن هو بيفكر في اللي جاي، ممكن لا قدر الله يحصل أي حاجة. يا رب إن شاء الله ما يحصلش حاجة وكلهم جاهزين يعني.